صدر مع الـ PS2 وشيء واحد نحن فخورون هنا. وقد تعلمون فتحنا أسواقا لم يكن لديها أي نوع من ثقافة الألعاب من أي وقت مضى في الشرق الأوسط. لم يلعب الناس ألعاب الفيديو جيم مطلقا. بلاي ستيشن في الشرق الأوسط كما سمعتم الآن تصريحات رئيس شركة سوني وهو يقول كلام غريب، وأيضا أنه يتكلم بكل جراءة ويقول كلام وهو واثق منه كما ترى يا أخي حميد فوكس. هذه ما تم الحصول عليه في هذه المقابلة من جانب رئيس شركة سوني. كان معكم المحقق كونان من الولايات المتحدة. طبعا هذا كلام رئيس شركة سوني صراحة حاجة غريبة يعني. شباب هدوا هدوا شباب هدوا، لا خلاص كفاية يا شباب يا شباب يا شباب، خلاص خلاص فاهم غلط فاهم غلط شباب فاهم غلط، هو شكله يستعبط يستعبط يا شباب. رجعناكم شباب من جديد. طبعا هذه الفقرة فقط عبارة عن رياكشن، اوكي، ما كنت كالعادة كنت نعملها كخبر عاقل، اوكي، ولكن هي مثل الخبر العاقل وهي رياكشن. طبعا هذا جيم راين هو تكلم سابقا عن هذا الموضوع تقريبا قبل اسبوع، فحبيت اني اعلق عليه. فخلونا نرجع للمقطع باللغة الانجليزية شو يقول بالضبط، والترجمة موجودة تحت. In the Middle East, people had never played video games before PlayStation in the Middle East. Russia, tiny game. أعتقد الحين الكل فهم كلام جيم راين، وصراحة كلام غبي كلام غبي. يقول لك لقد فتحنا أسواقا لم يكن بها أي ثقافة ألعاب على الإطلاق. لم يلعب الناس ألعابا بالشرق الأوسط قبل البلايستيشن. ما قال بعد الهزمة بعد البلاي ستيشن، لا قال لك قبل البلاي ستيشن. يعني اول ما بدا اللعب كان اول جهاز راح نلعبه كان جهاز البلاي ستيشن. طبعا هذه كان ردة فعل هذا الانسان الغريب الاطوار، تمام، وصراحه هو حصل نقد كبير من اللاعبين العرب. طبعا نحن في الفتره اللي هو قاعد يتكلم عنها من تقريبا من الثمانينات، من بدايه الثمانينات تقريبا او بدايه ظهور الاجهزه، كان في مقاهي انترنت موجوده، كان في كمبيوترات موجوده، كان في صالات الاركيد موجوده. هذا الاركيد اللي هي كان في المحلات هذا تروح تلعب الاركيد، هذه الالعاب والله مشتاق لها كثير، العاب قديمه مو من غير اللي هي اجهزه الاتاري. ما اعتقد كان في بيت يخلى من جهاز اتاري في الفتره هذيك. الجهاز اتاري معروف، تمام، وكذلك أتاري اللي هي 2600 وأجهزة صخر، وكذلك أجهزة نينتندو والان اي اس واللي هي الفاميلي نسميها نحن والجيم بوي، يعني أجهزة. وما ننسى السيجا ساترن وسيجا ميجا درايف، يعني في كان العاب، هذه الألعاب كان موجودة قبل ظهور البلاي ستيشن أصلا. فغريبة ان هذا الانسان يقول هذا الكلام، ما ادري شو قصده بالضبط، احس انه قاعد يستهبل، ولكن يعني شيء يجيب القهر صراحه. اوكي، بالنهايه الشركه اللي تقريبا الشرق الاوسط يدعمها بشكل قوي البلاي ستيشن، اقوى جهاز قاعد ينتشر في الشرق الاوسط البلاي ستيشن، دعم قوي موجود. اوكي، في الفترة هذيك ما كان في شيء اسمه بلاي ستيشن 1. بلاي ستيشن 1 ظهر تقريبا سنة 96 تقريبا، وجهاز البلاي ستيشن 2 نزل تقريبا في 2021. فشايب يعني تصريح غبي، فأنا استغرب من هذا التصريح اللي هذا الرئيس والمدير، بدل عن انه يتجهز يعني قبل عن يدرس الكلام اللي هو تكلم فيه، المفروض كان يدرسه. اوكي، اذا انت ما عندك معرفة عن العالم العربي عن الشرق الاوسط، يا اخي ادرسه بعدين تكلم فيه، ما تجي انت ترمي كلام كذا كلام فاضي.
صراحة أنا أحس إنه يعني حركات غبية من شركة سوني يعني. ولاحظت كذلك بدأت تطلع أشياء مثل هذا، لما يقول لك باستطاعتك إنك تطرد أشخاص من داخل اللعبة ولكن لازم تدفع فلوس. شو عنده هدفكم فلوس يعني؟ كيف تطلعوا الفلوس بأي طريقة؟ وقاعد تتكلم وتصرح تصريحات غبية على كيفك أنت، أنت على كيفك. صراحة شيء غبي. على العموم أنا حبيت فقط أن أتكلم عن هذا النقطة. نهاية المقطع في تصريح لشركة أكس بوكس. اسمع تصريح رئيس شركة أكس بوكس، راح تستغرب فرق بين السماء والأرض، بين هذا وبين هذا. اللي يعجبني في شركة أكس بوكس إنه ما في نفاق، صريحين، صريحين في كلامهم، صريحين لما يتكلم يتكلم صراحة. فبس حبيت إنه نتسلى في هذا المقطع، أوكي، وفي نفس الوقت أريد أوضح نقاط، وفي نفس الوقت أريد إنه أعمل حاجة يعني رياكشن ومضحكة بعض الشيء. أتمنى إنه ينال المقطع على إعجابكم يعني، وأتمنى إنكم تكتبوا لي في الكومنت. لا تنسونا من اللايك والاشتراك. كان معكم حميد فوكس من قناة أوبي جيمرز. شوفوا المقطع تبع رئيس أكس بوكس. نلقاكم في مقطع آخر. مع السلامة. مرحبا. I'm Phil Spencer, head of Xbox. Thank you to all of our Xbox fans for coming on this incredible journey with us. Whether you've been with us from the start or you've recently joined Xbox, every one of you is an important member of our global gaming community. We at Team Xbox are so grateful for your support. Gaming has the power to inspire, to connect, and entertain us. And this next generation of gaming is coming at a time when the ability to play is more important than ever. There are 3 billion people today who play games across the globe. Our vision is to make gaming great for every player on every device, for every generation and every location around the world. The launch of Xbox Series X and Series S marks a moment for us to celebrate the power of play together. Thank you for being a part of our community, our journey, and sharing with us the joy of gaming. Shukran. انت تتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد.